مبدئيا كده اللي حصل مش سهل، واللي بيحصل طول الوقت مع العائلة دي مش سهل أبدا أبدا. في الحلقة اللي فاتت تعرفنا على أستاذ حسن، صديق أستاذ أحمد اللي هو والد رنيم، اللي بتحكي لنا كل مرة حاجات غريبة حصلت مع عائلتها. صاحب بابا حسن ربنا وهبه بصفات أو قدرات خاصة بتخليه يقدر يشوف أمور مخفية، أحيانا بتكون غيبية وبتحصل زي ما شافها، ومع تأكيده طبعا أن الغيب ده لا يعلمه إلا الله وحده، ولكن سبحانه وتعالى برضو بيختص بعض من عباده بحاجة اسمها الكشف. والكشف ده هو أنه يقدر يشوف حاجات ممكن تحصل في المستقبل بدون أي تفسير أو سبب منطقي لكده. عمو حسن نفسه زي ما قال المرة اللي فاتت هو بيقول أنه ما يعرفش ده بيحصل إزاي وليه وشمعنا هو بالذات، وأنه هو طبعا ملوش أي قدرة على كده أو التحكم فيه. هو بس كل الموضوع أنه بيشوف حاجات وبيقولها وبتحصل، بالرغم ان هو دايما بيأكد لبابا ان كل شيء بقضاء ربنا، وان هو مش منجم ولا قارئ للطالع ولا حتى بيؤمن بالكلام ده، لانه لا يعلم الغيب الا الله. في الحلقة اللي فاتت استاذ حسن تنبأ بشوية حاجات هتحصل لاستاذ احمد والد رنيم، وبعض الحاجات اللي تخص اصحابهم وبعض منها تحقق. فتعالوا نشوف الحلقة دي ايه اللي بيحصل. وطبعا قبل ما نبدأ الحلقة حابب أقول لكم إن حكاية النهاردة هي امتداد للأحداث الواقعية والحقيقية اللي حصلت ولا زالت بتحصل للعائلة اللي أفرادها ربنا اداهم قدرات خاصة، واللي كنا أزعنا ليهم حلقات كتير قبل كده. دي مش أول حلقة ولا تاني حلقة، في حلقات كتير اتزاعت عن العائلة دي وموجودين كلهم في بلاي ليست واحدة. ودلوقتي يلا بينا نشوف هنكمل الأحداث على إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. يلا بينا نشوف الحلقة. يلا بينا. أنا رنيم، وتعودت أقابلكم وأكلمكم عن الأحداث اللي بتحصل لينا أنا وأسرتي. وزي ما قلت لكم قبل كده، أسرتي دي مكونة من بابا أحمد وماما أمنية وأخويا الوسطاني يوسف وأخويا الصغير يحيى. النهاردة هنكمل كلامنا عن صاحب بابا عمو حسن، ودور العلامات والرؤى اللي كان بيشوفها وعلاقتها باللي كان ولا زال بيحصل لنا. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان صاحب بابا ده ربنا اداله قدرات خاصة بيقدر من خلالها ان هو يقرأ بعض الامور المخفية عن الناس، واللي على الرغم ان هو بيقدر يقراها الا انه ما بيقولهاش لأي حد، لان مش كل الناس بتصدق او بتؤمن بالموضوع ده. كنت قلت لكم المرة اللي فاتت ان الموضوع ما انتهاش مع تنبؤات عمو حسن، لأن اللي حصل بعد كده كان فعلا شيء من ما وراء الطبيعة، لكن هو ده اللي حصل. زي ما قلت المرة اللي فاتت بابا ساب فعلا الشغل، ودي كانت فترة صعبة جدا علينا كلنا وبالذات على بابا، لأنه ظروفنا المادية ما كانتش أحسن حاجة. وبرضو حب أفكركم أن اللي تنبأ بموضوع الشغل ده كان عمو حسن، هو اللي قال لبابا أن أنت هتسيب الشغل وهتقعد فترة يعني ربنا يعينك عليها. ففعلا بابا ساب الشغل، وظروفنا المادية ما كانتش أحسن حاجة، وكان علينا ديون والتزامات مادية كتيرة. وحقيقي بابا في المرحلة دي كان تعبان جدا، لغاية ما في يوم جه يوسف أخويا وقال لبابا: بابا على فكرة تيتا بتسلم عليك. بابا رد عليه وهو مستغرب، بس في نفس الوقت بابا كان فرحان وترسمت على وشه ابتسامة كده، وقال له: بتقول إيه؟ بابا عرف ان معنى اللي يوسف بيقوله ده انه شاف جدتي في الرؤية، وانها بعتاله رسالة مع يوسف. وسبب ده ان جدتي قبل ما تموت كان بابا متعود معاها انه لما بيتضايق من شيء او تقابله اي مشكلة يروح لها ويقعد تحت رجليها ويحكي لها عليها، وكانت هي تقوله على الحل، لانه كان بينها وبين ربنا عمار جامد. وده لانه وهي بتحج شربت من مية زمزم، وكانت دعوتها ان ربنا يديها من علمه بلا سبب. دي كانت دعوة تيتا الله يرحمها، وبالفعل هي كانت من الناس اللي عندهم علم لدني، يعني علم من لدن الله بدون سبب. وكان ليها كرامات سواء في حياتها أو عند موتها أو حتى بعد موتها، وعيلتنا كلها عارفة الموضوع ده. يعني على سبيل المثال للحصر، مرة كان بابا شغال في شركة، مدير الشركة شكل لجنة كده كان بابا أحد أعضائها. دور اللجنة دي كان إنهاء عمل بعض العمال الغير مرضي عنهم، يعني في ناس هيتم تسريحهم. المهم أثناء اجتماع اللجنة كان كل عامل بيدخل علشان يعرفوه بقى قرار إنهاء عمله. كل اللي بابا كان يقدر يعمله إنه يجيب أقصى مستحقات العاملين قبل الإنهاء، بمعنى يعني
واحد داخل خلاص هينهوله عمله، بابا يشوف مستحقاته ايه كلها يقدر يجيبها له كلها قبل ما يسيب الشغل. لكن في عامل دخل ولما جم يعرفوه قرار انهاء خدمته قال لهم وانا هعمل ايه يعني، انا عندي بيت وعيال. فبابا راح قايل له بلطف كده ما تخافش انت هتاخد كل مستحقاتك كاملة. فالراجل العامل ده راح ردد عليه بضعف كده وقلة حيلة وقال له وبعد ما تخلص مستحقاتي هعمل ايه، ولو ما لقيتش شغل هعمل ايه. هنا راح تدخل مدير الشركة وقال له بمنتهى الجفاء والله دي مش مشكلتنا، احنا مش فاتحينها سبيل ولا هي جمعية خيرية، واحمد ربنا انك هتاخد مستحقاتك على داير المليم. العامل بص بمنتهى الغلب والقهر وقال له حسبي الله ونعم الوكيل، وراح خارج من المكتب. بمجرد ما العامل ده خرج من المكتب بابا وقف وقال لأعضاء اللجنة أنا منسحب من اللجنة دي ومش هقدر أكمل فيها. مدير الشركة راح باصص لبابا وقال له بتعجب كده مصطنع، هو عارف طبعا بابا عمل كده ليه، بس رد عليه قال له ليه كده أحمد بيه، تنسحب من اللجنة ليه؟ فبابا ابتسم له بهدوء كده وقال له بمنتهى الثقة لأني مش هقدر أساعد على الظلم ده، واللي أنتوا بتعملوه ده ظلم وأنا مش هشارك فيه ولا هقابل ربنا وأنا في رقبتي حسبي الله ونعم الوكيل اللي العامل ده لسه قايلها. وفعلا خرج بابا من المكتب ولقى العامل ده واقف بيعيط مع أنه راجل كبير في السن، واقف بيعيط على جنب. فبابا راح رايح له قال له سامحني والله أنا عملت اللي أنا أقدر عليه وبسببك أنا انسحبت من اللجنة، بالله عليك سامحني ولا تختصمني أمام الله يوم القيامة. العامل ده نشف دموعه في كم الأفارول اللي كان لابسه وابتسم لبابا كده وهو بيقول له والله عارف يا أستاذ أحمد، وعلى فكرة كلنا عارفين وبندعي لك، ده لولاك ما كانش حد خد أي حاجة، كلنا عارفين إن اللي ورا الموضوع ده مدير الشركة علشان ينول الرضا من صاحب الشركة، حسبي الله ونعم الوكيل بتاعتنا كلنا هو اللي مقصود بيها، وتقعد له في عينه وعافيته وعياله. تاني يوم بابا راح الشغل عادي، وأول ما دخل المكتب فوجئ بمكالمة من صاحب الشركة بيعرفوا فيها أنه تم إنهاء عقده. وأول ما قفل معاه الخط لقى مدير الشركة بيكلمه وبيقول له بمنتهى الشماتة والتشفي عرفت القرار؟ بصراحة أنا زعلت جدا، بس لو تحب أنا ممكن أكلم صاحب الشركة وأرجعك تاني، أنت عارف أنه ما يقدرش يرد ليا كلمة سواء إذا كنت عايز أمشي حد أو أرجعه تاني. بابا فضل سمعه بمنتهى الهدوء والثبات الانفعالي اللي بصراحة كلنا بنحسده عليه، ما بنعرفش هو بيبقى قادر يحافظ على هدوء أعصابه وانفعالاته دي إزاي. وبعدين راح قايل له خلصت كلامك؟ فقال له أيوة. راح بابا قافل الخط في وشه من غير ما يرد عليه بولا كلمة. مفيش ثواني ولقاه بيكلمه تاني وهو منفعل قوي وبيقول له أنت بتقفل الخط في وشي؟ قال له آه، ومش عايز أسمع صوتك تاني لغاية ما أمشي من المكتب، أنت فاهم؟ وراح قافل الخط تاني في وشه. وبالفعل بابا خد بعضه ومشي بالرغم من انه في قيادات كتير جدا جات له المكتب وقالت له ان هما ممكن يتدخلوا علشان صاحب الشركه يعني يتراجع عن قراره، ولكن بابا قال لهم صاحب الشركه اللي ياخد قرار بانهاء عمل احد المديرين بدون ما يسمع منه او يستوضح ايه اللي حصل، وده لانه راجل ودني وبيسمع بس من مدير الشركه، لا يلزمني ولا يشرفني اني اشتغل معاه. كان التوقيت ده حوالي في نص شعبان وكان داخل علينا رمضان، وكان بابا وهو مروح بيكلم نفسه وبيقول يعني يا ربي احنا في نص شعبان وداخلين على رمضان والبيت والعيال محتاجين مصاريف، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم انت عالم بحالي وغني عن سؤالي، أكيد ليك حكمة في كده، والله يا رب أنا راضي بقضائك. اليوم ده كانت جدتي عندنا، فأول ما بابا دخل البيت راح لها على أوضتها وقعد تحت رجليها بلبسه من غير حتى ما يغير هدومه، وراح باصص لها وهو بيضحك، فراحت ضحكة كده وطبطبت على راسه وقالت له مشوك من الشغل يا حبيبي؟ لها أيوة يا أمي. قالت له ما تزعلش نفسك والله ما هو داخلها تاني. لها مين ده يا أمي؟ قالت له اللي كان سبب في كسرة قلبك كده، والله ما هو داخلها تاني ولا هيبقى له عيش فيها، ما تزعلش نفسك وافرح وقوم فرفش كده وقعد وسط عيالك وافرح بدخلة رمضان، ربنا ما بينساش حد. الكلام ده كان يوم الأربعاء.
عدى الخميس والجمعة، ويوم السبت الصبح بابا صحي على تليفونات كتيرة جدا، ولما رد عرف ان المدير اللي مشاه مات، والناس بتكلم بابا وهم راجعين من دفنته يوم السبت، وكانوا بيقولوا له ده ذنبك. الغريب ان بابا مشي يوم الاربع، والمدير ده كان عنده يوم الخميس لجنة برا الشركة فما راحش الشركة يومها، ويوم الجمعة جات له ذبحة صدرية دخل بسببها المستشفى، ومات الجمعة واندفن يوم السبت الصبح. وتحققت كلمة جدتي لأنه بالفعل ما دخلش الشركة تاني، يعني المدير ده خرج يوم الأربع آخر يوم من الشركة وما دخلهاش تاني. الأغرب أن بابا في أول يوم رمضان وهو بيفطر لقيناه بيدعي لمدير الشركة بالرحمة، وبيشاهد ربنا أنه سامحه وغفر له، وبيدعي له أن ربنا يغفر له. ولما سألناه ليه بيدعي للراجل اللي خرب بيته، قال لنا أولا البيت الحمد لله ما تخربش ولا هيتخرب بفضل الله، وثانيا أنا لما مشيت من الشغل بقيت زعلان علشان رمضان هيدخل علينا وأنا من غير شغل، إنما لسه ربنا مقدرني أني أسعى وأصوم وأصلي وأدعي واستغفر وحط أعمال في ورقة عملي في الدنيا، إنما المدير ده ورقة إجابته اللي هي عمله في الدنيا اتسحبت منه خلاص، يعني كده هيتحاسب على كل اللي عمله، وأنا عارف إن اللي عمله كتير فمش طالبة أزود حمله هو في معية الله، فسمحته ودعيت له علشان ربنا يوقف ليا اللي يسامحني ويدعي لي. دي كانت من ضمن المواقف الكتيرة جدا اللي حصلت مع جدتي، بالإضافة لكده هي كانت ست تنفق إنفاق من لا يخشى الفقر، وكانت صوامة وقوامة وقارئة لكتاب الله بانتظام وليها ورد يومي معاه، وكمان كانت بتحب تعمل الخير كتير، بس كان أكتر حاجة هي بتحبها وبتحب تعملها هو إطعام الطعام، كانت بتحب تأكل الناس جدا، لدرجة أن بابا كان دايما يحكي لنا وهو صغير وقبل ما يتجوز أنه نادرا لما كان يعدي يوم من غير مضيف يجي لهم وياكل عندهم. وبالمناسبة دي حاجة كانت بتسعد جدي وجدتي جدا، وكانوا بينتظروها على طول، وكان اليوم اللي يعدي من غير مضيف يجي ياكل عندهم يقولوا مفيش رزق النهاردة. وفضلت الخصلة دي فيها لغاية ما ماتت وقابلت وجه كريم. المهم لما جدتي ماتت وكان بابا يقابل موقف أو مشكلة أو أزمة، كان يبص للسماء من غير ما ينطق بولا كلمة، ويكلم جدتي في سر ويقول لها طب أنا عندي مشكلة دلوقتي أجيبك منين علشان أقولها لك وتقولي لي أعمل فيها إيه، زي ما كنا متعودين مع بعض، حلها لي من عندك بقى وادعي لي من عندك برضو، أنا عارف إنك في الجنة. الموضوع ده حصل مع بابا أكتر من مرة، والغريبة إن تاني يوم من قعدته وكلامه مع نفسه أو نقدر نقول يعني مناجاته مع جدتي، كان يلاقي أخويا يوسف جاي يقول له تيتا بتسلم عليك، وأنا شفتها امبارح وهي بتقول لك اعمل كذا وكذا وكذا بالتفصيل، وكأنها كانت قاعدة معاه بالفعل وسمعته وبعتت له الحل مع يوسف. وعلشان كده لما يوسف جه لبابا وقال له تيتا بتسلم عليك ضحك وقال له خير يا يوسف، جعلك الله سببا في كل خير، خير. فقال له يوسف أنا شفت في المنام إن أنا وإنت كنا عند تيتا في شقتها، وإنت قاعد قدامها وبتسألها وإنت تعبان ومتضايق ومش عارف ترسى على بر، قلت لها أعمل إيه يا أمي، فهي راحت قايله لك اطمن يا أحمد كل اللي إنت عايزه هيجيلك، وما تقلقش المبلغ اللي إنت عايزه اللي هو كذا هتاخده وهتاخد أكتر منه كمان من شغلك، فاطمئن بالله. ولازم تعرف إن مش كل الرزق فلوس، الهدوء وراحة البال رزق برضه. بابا بص ليوسف وما بقاش عارف يقول له إيه، كان مش عارف حتى يضحك ولا يعيط، والسبب في ده إن المبلغ اللي جدتي قالته لبابا في الرؤية هو نفس المبلغ اللي كان في دماغ بابا ومحدش يعرفه غيره نهائيا، وكان بيقول بينه وبين نفسه يا ترى هو ده أجري الحقيقي في السوق، يا ترى هو ده تقدير خبرتي الحقيقي، ولا أنا ببالغ في تقييم نفسي، يا رب أنا كده مقصر في حق نفسي وعيالي، ولا لما أعمل مقابلات أبقى أتكلم بقوة لأن ده حقي، يعني أقبل بأي حاجة قليلة ولا أتكلم وأقول إن لا أنا حقي كذا وقدرتي كذا وخبرتي تقدر بكذا. المهم بابا أخد يوسف بالحضن وطبطب عليه وقال له ربنا يبشرك بكل خير يا ابني،
وعدت الأيام بصعوبة جدا طبعا لأن الالتزامات كانت ضغط علينا قوي، وتكررت مرحلة البحث عن عمل مرة تانية وتالتة ورابعة، وطبعا اتكررت معاها فكرة الأبواب اللي كل ما ينفتح باب يتقفل بدون سبب واضح، وكأن ربنا له تدبير خفي لا يعلمه إلا هو. وطبعا ده كان بيمثل ضغط نفسي وعصبي على بابا برغم أنه راضي ومستسلم للأمر. بس زي ما الحكمة دايما ما بتقول، الحاجة تلوي أعناق الرجال، لدرجة أن بابا كان فاكر أنه غلط لما ساب الشغل في الشركة اللي كان فيها. لكن أنا وماما كنا دايما بنقول له أن أنت على حق وأنك ما عملتش حاجة غلط، ولو رجع الزمن مرة تانية وتالتة ورابعة وألف كان لازم يكون قرارك هو نفس القرار اللي أنت أخدته. وفي يوم وبابا قاعد بيفكر في الحمل اللي هو شايله وهيعمل فيه إيه وهيتصرف إزاي، لأن بابا مبدأه هو كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وهو بيخاف يكون مقصر في حقنا باعتبارنا رعيته. ويمكن الأمر ده ما كانش بيخليه ينام بالليل كتير. لكن المفاجأة أنه وهو بيفكر كده جاله اتصال من ألمانيا من عمه حسن. إزيك يا أبو حميد؟ أهلا، إزيك يا أبو علي؟ عارف يا أحمد أنك سيبت الشغل، معلش يا أحمد أصبر وربنا هيفرجها من عنده. ونعم بالله، الحمد لله رب العالمين، والله العظيم أنا صابر ومحتسب، بس طمعان في رحمة ربنا وفرجه القريب. بص يا أحمد، أنا بكلمك دلوقتي لأني شفت لك رؤية حلوة جدا. خير يا حسن، قول. شفت أننا قاعدين عندي في الفيلا وانت لابس بدلة شيك جدا تمنها ما يقلش عن 30-40 ألف جنيه. شفتك وانت خارج من باب والباب ده داخل منه نور ما تقدرش تبصله من قوته، يعني انت خارج من قلب النور لغاية ما اختفيت وسط النور ده، والشلة كلها قاعدة وزعلانة منك واخدين على خاطرهم وبتقولك خلاص احمد اتغير وبقى واحد تاني، ده بقى مش فاضي حتى يرد علينا. لكني قلت لهم لا يا جماعة، احمد مش كده ولا عمره هيبقى كده، الراجل مشغولياته بقت كبيرة جدا ومش فاضي، فلازم نعذره، ولما كان فاضي عمره ما تأخر على أي حد مننا. بابا ضحك كده بس ضحكة بمرارة يعني، وقال له ربنا يسمع منك يا صاحبي، أشتغل أنا بس وليك علي، هرد عليكم واحد واحد بس ربنا يفرجها. هيفرجها من حيث لا تعلم ولا تحتسب، أصبر أنت بس وخليك مع الله. ونعم بالله يا حسن، ونعم بالله. انتهت المكالمة فبابا قفل الخط وهو حاسس بحالة كده من حالات الرضا، وان دي رسالة من ربنا علشان يصبر صبرا جميلا، وان فعلا فرج ربنا قريب. فقام وتوضى وقعد يقرا في المصحف. في التوقيت ده انا ابتديت اتعب، والتعب بدا يزيد يوم بعد يوم. كانت ضربات قلبي غير منتظمة وشديدة جدا، لدرجة ان انا كنت في مرة بحس ان انا قلبي هيخرج من بين ضلوعي. الموضوع اتطور وابتدت الأعراض تزيد لدرجة أنه بقى يغمى عليا وأفقد الوعي. بابا كلم صاحبه استشاري قلب وعنده مستشفى متخصصة في أمراض القلب، فقال له لا أنا لازم أشوفها، وفعلا بعت له عربية إسعاف علشان تاخدني للمستشفى لأنه أنا ساعتها كمان كان مغمى عليا. دخلت المستشفى وتحجزت فيها واتعملت تحاليل وأشعة كتير، وركبوا لي جهاز لقياس حركة القلب وكهربيته على مدار 24 ساعة. وكان الدكتور شاكك أنه يكون في تضخم في عضلة القلب أو قصور في الدورة الدموية، ولكن الحمد لله رب العالمين كل التحاليل والأشعة أكدت أن قلبي سليم ما فيهوش أي حاجة. وهنا بابا سأل الدكتور، يعني كده القلب سليم وما فيهوش حاجة خالص؟ رد الدكتور وقال له تماما، بنتك قلبها زي الحصان وحالته أحسن مني ومنك بكتير. بابا قال له أنت بتهرج، ما هو لازم يكون أحسن مني ومنك، انت عايز تجيب قلب بنت عندها 20 سنة لناس عندها 50 سنة؟ قال له ماشي يا سيدي، بنتك قلبها احسن من اي بنت وولد في سنها، مفيش اي حاجة عندها من ناحية القلب والدورة الدموية. قال له طب وبعدين اللي عندها ده ايه؟ قال له كده رأيي انها تتعرض على دكتور مخ واعصاب. بابا قال له ليه انت شاكك في حاجة؟ قال له ممكن يكون عندها قصور في الدورة الدموية المخية، وده اللي بيسبب لها الإغماء وفقدان الوعي. بابا قال له الله المستعان ومشينا. طبعا كل ده ما كانش وقته خالص، بس نعمل ايه بقى؟ زي ما بيقولوا كده المصائب لا تأتي فرادة، بس برضو لازم نعترف ان رحمة ربنا لا يغلبها اي مصيبة ولا يغلب يسرانه عسر ابدا.
بابا قاعد من غير شغل والالتزامات بتكتر وكملت بتعبي اللي انا اصلا مش عارفة احنا لحد دلوقتي هو جه منين وفين بالظبط. لكن واستجابة لرأي دكتور القلب دورنا على دكتور مخ واعصاب كويس، لان الدكتور اللي بابا كان يعرفه لما اتصل بيه اكتشف ان هو مسافر انجلترا ومش هيعرف يرجع قبل سنة. لكن ربنا وفقنا الاستاذ دكتور مخ واعصاب كويس جدا وفاهم ومش بيفتي يعني، وده لان التخصص ده شائك جدا ومش اي دكتور ممكن يشخص فيه التشخيص السليم. بالفعل كشف عليا وطلب مننا نعمل رنين مغناطيسي ورسم مخ بالالوان وشويه تحاليل كده. المهم عملتهم، ولكن الاعراض كانت بتزيد من ضربات قلب بقى واغماء لتشنجات. التشنجات كانت في الاول خفيفه لكن مع الوقت كانت بتزيد، والصوره حته حته كده ابتدت توضح. فكان التشخيص المبدئي لحالتي انها حاله صرع من الدرجه الثالثه. طبعا انا مش عايز اقول لكم واقع الكلمه عليا كان شكله ايه، يعني طالبه جامعيه في مقتبل العمر بالكاد كانت واقفه معنويا مع باباها اللي بيمر بازمه يعني عاصفه في توقيت حرج. طبعا الاقي نفسي مريضه بمرض اسمه لوحده كفيل ان هو يدمر الحاله النفسيه للمريض واسرته المحيطين بيه وعلى المقيمين خارج محافظته مراعاه فروق التوقيت. طبعا قعدنا في الدوامه دي حوالي شهر، وطبعا نتيجه الترم الاولانيه طلعت وشلت ماده بسبب ان انا تعبت وانا في امتحان اغمى عليا. حليت على قد ما اقدر بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. فالحياه شبه اتشلت والحمل زاد بشكل كبير، ما بين ان بابا بقى من غير شغل ومصاريف دكاتره واشعه وتحاليل وادويه غاليه جدا لانها كلها مستورده. وبصراحه كل ده كان مخليني حاسه ان انا حمل فوق بابا، فوق الحمل اللي هو شايله اصلا. بالاضافه ان انا كنت حاسه ان حياتي اصلا انتهت وهي لسه ما بداتش. للامانه بابا كان كل ما يقعد معايا يقول لي الضفر اللي طياره المقص من اصغر صباع عندك بالدنيا واللي فيها. في ده هي المادة والترم والدراسة والكلية والنجاح والتفوق، المهم صحتك عندي انت يا حبيبتي. دكتور المخ والأعصاب قال لبابا ان انا لازم ما تسابش لوحدي ولازم يكون في حد مرافق معايا على مدار ال 24 ساعة، علشان لما النوبة دي تجيلي لازم يكون في حد معايا. حقيقي ماما ما سابتنيش ولا لحظة واحدة، لدرجة انها كانت بتدخل معايا الحمام لان النوبة كانت ممكن تجيلي في اي وقت. بالإضافة لأن الأدوية اللي كنت باخدها كانت أدوية مخدرة وكانت بتخليني مش في وعي الكامل ولا حتى إدراكي اللي أنا متعودة عليه، وده علشان تقلل من حدة النوبة لما تجيلي. دكتور المخ والأعصاب اتكلم مع بابا بصراحة وقال له وفقا للأعراض الظاهرية لحد دلوقتي الحالة دي ممكن تستمر من 3 لـ5 سنين، فمش هنقدر ننتظر شفاء سريع ولازم نصبر ونتحلى بالشجاعة ومقابلة قضاء ربنا برضا. فبمنتهى الرضا والتسليم بابا قال له ونعم بالله راضيين ومحتسبين، المهم انها تخف وتقوم بالسلامة. وكأن كلمة السر في حياتنا هي الصبر والاحتساب. إلا ان المضحك المبكي في الموضوع ان حالتي اللي هي اهم اسباب علاجها ان نفسيتي تكون مرتاحة، وده طبعا نجيبه منين في ظل الظروف اللي كنا فيها، كانت نفسيتي زي الزفت علشان الحالة اللي بقيت أنا فيها من ناحية، وعلشان خاطر بابا من ناحية تانية، وعلشان خاطر ماما من الناحية التالتة اللي واقفة جنبي حبيبتي ومش عارفة تعمل لي إيه، بس طبعا مفيش في إيديها حاجة تقدر تعملها. وكالعادة بابا كان عنده كلام كده من بره الصندوق لما لقيته بيقول لي اسمعيني يا حبيبتي كويس، مرضك ده لازم تفرحي بيه لأنه مرض الصبر عليه جزاء الجنة. في واحدة جات للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أدعو لك أم تصبري ولك الجنة؟ فقالت له بل أصبر ولي الجنة، ولكن ادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوفي كرم ربنا ورحمته انه اختار ليكي مرض يكون جزاء الصبر عليه الجنه بنص الحديث الصحيح. طب بذمتك مش دي في حد ذاتها رحمه من عند ربنا؟ طبعا بابا كان بيحاول يهون عليا الوضع بكل طريقه ممكنه،
وأنا كنت بحاول أقتنع برضه، بس الواقع كان صعب وشديد لأنه مفيش حاجة كانت بتتغير. وبالتالي كانت النوبة بتجيلي من 3 لـ5 مرات في اليوم الواحد، وربنا ما يوريكم كان بيبقى شكلها عامل إزاي، لأن أعراضها صعبة جدا، بداية من الإغماء وفقدان الوعي تماما، وبعد كده التشنجات العضلية الخارجية في إيدي ورجلي ووشي، والداخلية في ضربات القلب وتقلصات عضلات الجسم كلها في البطن بقى والإيد والرجل، لدرجة أن المعدة عندي كانت بتتشنج بشكل صعب جدا وبتخرج العصارة المعدية منها. وبعد كده كانت بتصيبني حالة من الإعياء الشديد جدا اللي بتاخد لها مثلا من نص ساعة لساعة كاملة، وبعد كده كان لازم أنام من 3 لـ4 ساعات علشان أستعيد وعي وإدراكي مرة تانية. وكان ممكن طبعا بعد كل ده أن أنا لما فوق تجيلي نوبة تانية بنفس الأعراض وهلم جرة. طبعا دي كانت أيام الله لا يعودها، بس حقيقي كان بابا وماما أكتر ناس صعبانين عليا جدا وقتها، لأنهم كانوا واقفين عاجزين ومش عارفين يعملوا إيه، عايزيني أخف وعايزيني أرجع لحياتي الطبيعية تاني، لأن حياتي كانت خلاص اتشلت بمعنى الكلمة، وبقيت عاملة زي البيبي الصغير اللي ما ينفعش يتساب لوحده ثانية واحدة. بالإضافة لكده الأدوية اللي كنت باخدها كانت بتخليني في حالة من عدم الوعي والإدراك الكامل، ناهيك طبعا عن أن الدراسة والمذاكرة وقفت تماما ولا كنت بقى أعرف عنها أي حاجة. وإحنا في وسط كل ده بابا فوجئ بمكالمة من عمو حسن، كانت حوالي الساعة 6 المغرب. ازيك يا احمد؟ الحمد لله رب العالمين. اخبارك ايه يا احمد، انت كويس؟ لا يا حسن مش كويس. طيب يا احمد، الحاجة بعتالي رسالة اقولها لك. نعم، انت بتقول ايه؟ انا بكلمك دلوقتي وكنت المفروض اكلمك الساعة 7 الصبح زي ما والدتك طلبت مني، هي قالت لي قوم كلم احمد الساعة 6، والساعة 6 صباحا في ألمانيا تبقى عندك في مصر 7 صباحا. بس معلش بقى، أنا آسف انشغلت لأني في دوامة جامدة هنا في ألمانيا، بس قلت لازم أكلمك قبل ما اليوم ده يعدي. خير يا حسن، ماما كانت عايزاك تكلمني ليه؟ أنا شفت في المنام يا أحمد أني عندك في البيت، وقاعدين أنا وإنت ومراتك ويوسف ويحيى، وقدامنا ترابيزة فيها فازة فيها وردة مايلة كأنها هتموت، وانت قاعد بصص لها وحزين عليها جدا، وكلنا كنا زعلانين عليها، بس انت حزنك كان عليها غيرنا كلنا، حزنك عليها كان هيموتك، بس انا قلت لك خليك مع الله وما تخافش، وسبتك وخرجت. واول ما خرجت قابلت الست والدتك طالعه من على السلم وجايالك وبتقول لي قول لاحمد ما يخافش وما يقلقش، الورده هتفتح تاني. حتى قالت لي مثل كده انا مش فاكره، حاجه فيها حاير او فاير، بصراحه مش فاكر. قصدك محامي إلا وبرد ولا فاير إلا ودلق؟ أيوة بالظبط كده، هو ده المثل اللي قالتهولي فعلا. بابا قال له تعرف يا حسن إن ده كان مثل هي كانت دايما بتقوله؟ قال له عمو حسن، طب ومعناه إيه المثل ده يا أحمد؟ يعني مفيش حاجة بتفضل على حالها يا حسن، الحامي السخن مصيره يبرد، والفاير اللي بيغلي مصيره يندلق وفورانه ينتهي، المهم وبعدين؟ بعد كده سابتني أحمد ودخلت وقالت ليوسف قول لأبوك ما يخافش وما يقلقش، الوردة هتفتح تاني، بس خليه ما يحزنش بالشكل ده. وفجأة لقينا أحمد الوردة اللي كانت مايلة رجعت اتعدلت تاني وفتحت وزهزهت مرة تانية، وكأنها في قلب جنينة ومروية وجميلة ومعدتش دبلانة خالص. طبعا بابا بعد ما سمع المكالمة دي مسك دموعه بالعافية علشان ما ينهارش طبعا ويفضل متماسك، وحقيقي عمو حسن حس بيه وقال له والله يا أحمد هتبقى كويسة، وعلى فكرة رنين ما عندهاش حاجة في المخ خالص، ما عندهاش أي حاجة عضوية، اللي عندها نفسي مش عضوي، وهتخف بعد نقطتين، يعني 2 أسبوع أو 2 شهر أو 2 سنين بإذن الله تعالى. بس أنا بقول لك هي هتخف خلال 2 شهر، وما تسألنيش إزاي، ده إحساسي، وبكرة تقول حسن قال لي، بس أنت قول يا رب. انتهت المكالمة وسط خليط من مشاعر الفرحة مع الشجن مع القلق مع التوتر، مشاعر كده متداخلة ما تقدرش تحدد هي ايه بالظبط. بس الحمد لله كانت رسالة في وقتها ادتنا دفعة قوية على الصبر والأمل، وان اللي جاي افضل بإذن الله.
ومرت الأيام وبالمتابعة وبعد ظهور نتائج التحاليل والأشعة وتصويري أثناء النوبة اللي كانت بتجيلي، دكتور المخ والأعصاب فجر المفاجأة قدام بابا لما قال له دلوقتي أقدر أقولك يا أستاذ أحمد إن بنتك ما عندهاش صرع، وإن اللي هي فيه ده سببه نفسي مش عضوي. بابا قال له أنت بتقول إيه؟ يعني رنين ما عندهاش صرع؟ قال له أيوة بالظبط كده، ما عندهاش صرع. قال له ما ليه اللي عندها ده؟ والأعراض اللي بتجيلها دي سببها إيه؟ قال له بص، حالة بنتك تعتبر حالة نادرة وشائكة في نفس الوقت. اللي عند رنيم حالة اسمها متلازمة BOTS، ودي حالة كده بتيجي نتيجة إصابة المريض بعدوى فيروسية شديدة، بس مش كل اللي بيكون عنده عدوى فيروسية بتجيله المتلازمة دي، علشان كده بقولك إنها حالة نادرة. وبالمناسبة هي ملهاش علاج معتمد عالميا ومعترف به من منظمة الصحة العالمية، ولا زالت تحت الدراسة وتحديدا في إنجلترا. بابا قال له طب وبعدين؟ قال له ولا قبلين، مبدئيا أقدر أقولك إن الحمد لله إحنا ما عندناش صرع قولا واحدا، وبنتك مش محتاجة لدكتور مخ وأعصاب، والعلاج اللي أنا وصفته لها ممكن توقفه، بس لازم دكتور نفسية وعصبية يشوفها وهو اللي يقدر يقرر بعد كده إن هو يقعد معاها بقى جلسات نفسية. خرجنا من عند الدكتور وكأن حد خبطنا على دماغنا، مش مصدقين طبعا الكلام اللي بيتقال خالص. وإحنا راجعين البيت لقيت بابا بيقول لي بصي أنا عايز أقولك حاجة واحدة بس، لكن ما تستغربيش من اللي هقولهولك. قلت له خير يا بابا قول. قال لي بص يا حبيبتي، أنا عايزك وانت بتتوضي للصلاة تتوضي بنية الشفاء، يعني تعتبري مية الوضوء دي نوع من أنواع العلاج. احنا هناخد بالأسباب طبعا، بس لازم يكون اعتمادنا على المسبب سبحانه وتعالى. قلت له أنعم بالله يا بابا حاضر. قال لي مش هو اللي قال في كتابه الكريم وإذا مرضت فهو يشفيني؟ خلاص احنا هنطرق على كل أبواب السعي وهناخد بالأسباب للشفاء، بس مش عايزين ننسى أن ربنا هو اللي جاب المرض وهو القادر وحده على الشفاء حتى من غير أسباب. واوعي تنسي اللي حصل مع أخوك يوسف ساعة ما كانت عنده الحمى، ولا لما اتعمى مين اللي شفاه ورد له بصره مرة تانية. قلت له ربنا سبحانه وتعالى يا بابا. قال لي خلاص يبقى احنا نتوكل على الله وهو وحده اللي قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبالفعل دخلت على النت وعملت بحث عن المتلازمة دي، وليا صاحبتي كده في كلية الطب ساعدتني في البحث، وربنا طبعا وفقنا الدكتورة أخصائية كده نفسية وعصبية. عملت معاه شوية جلسات ونفذت كلام بابا، بقيت كل ما أجي أتوضى أتوضى بنية إنها تكون مية الوضوء دي يعني مية شفا من عند ربنا. وربنا أكرمني والموضوع خف وربنا كتب لي الشفا من عنده وانزاحت الغمة اللي كنا فيها. ولأن ربنا عطاءه واسع ولا يحده شيء، فكان تاني أهم موضوع مهم في حياتنا هو شغل بابا، اللي طبعا كالعادة كلم كل معارفه وأصحابه، وبقت كل محاولاته ومكالماته بالفشل، لغاية وبصراحة أصحاب بابا كانوا واقفين معاه وقفة رجالة، لدرجة إن عمه جمال قال له بقولك يا أحمد، ما بدل ما تشتغل عند الناس أنا عندي مكتب مش بستغله، افتحه وحاول تعمل بيزنس خاص بيك، واعتبرني يا سيدي شريك معاك بالمكتب وكل مستلزماته عليا وانت بالمجهود، ورزقي ورزقك على الله. وفعلا نزول بابا للمكتب كل يوم فرق في حالته النفسية جدا، ولكن للأسف ما كانش له أي مردود مادي خالص. لكن بابا كان كل يوم يصحى في ميعاده ينزل يروح المكتب ويقابل الناس وعملاء وأصحابه، وحقيقي كان عمه جمال لما بيجي المكتب بيعتبر إن هو ضيف فيه وإن بابا هو صاحب المكتب، ودي من الحاجات اللي بابا مش ناسيها له ولا هينساها له طول عمره. لغاية ما في يوم بابا كان بيصلي الجمعة راح يسلم على واحد صاحبه ويطمئن عليه، لأنه كان عارف إن هو هيدخل يعمل عملية قريب، واللي بالمناسبة كان كلمه من فترة كده على شغل بس ما ردش عليه. صاحبه ده أول ما شافه راح قايل له أنت فين؟ تعال معايا في واحد حبيبنا عايز أعرفك عليه، ده من أكبر رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط. بابا قال له واحد مين؟ أنا معرفوش، هروح أقول له إيه ده؟ قال له بقول لك إيه يا أحمد ما تعصبنيش، أنا داخل أعمل عملية بكرة وعايز أطمن عليك، تعال معايا من غير ولا كلمة. بابا اتفاجئ من ردة فعل صاحبه
ما ردش عليه وكأن على راسه الطير، وراح معاه زي الطفل الصغير اللي ابوه سحبه من ايده لغاية ما قابله الراجل ده. صاحب بابا تولى التعارف ما بينهم وقال لهم: انا كده عرفتكم على بعض، وانتوا الاتنين من خيار الناس. وراح باصص لرجل الاعمال ده وقايل له: اوصيك خيرا بهذا الرجل فانه من خيرة الرجال. وسابهم ومشي. بابا قعد مع رجل الاعمال ده واتكلموا مع بعض وتعرفوا، وحصلت كيمياء كده ما بينهم لدرجة ان رجل الاعمال ده قال لبابا: انت كنت فين من زمان يا راجل؟ فبابا رد عليه وهو بيضحك بمرارة وقال له: كنت في بيتنا، كنت فين يعني؟ الراجل قال له: انا كنت بدور عليك من زمان، وفي كل صلاة كنت بدعي ان ربنا يوفقني لواحد زيك. بابا قال له: الحمد لله رب العالمين، والله وانا كمان، ولكن وما تشاءون الا ان يشاء الله. وفعلا تاني يوم اتقابلوا في المكتب، لقاء عمل رسمي جدا علشان يحطوا نقط على الحروف ويتفقوا على التفاصيل. وبابا عارف ان رجل الاعمال ده من الناس اللي شغلها في مصر وبره مصر، طبعا شغل على تقيل جدا، وان هو صاحب مجموعه شركات كبيره. والغريبه بقى ان هم لما جم يتفقوا على التفاصيل وتحديدا على الراتب، الرجل ده حاول مع بابا بكل الطرق ان هو يحدد مبلغ كراتب ليه، لدرجه ان هو قال له: يا استاذنا قول على المبلغ اللي انت عايزه، وايا كان مش هنختلف عليه. لكن بابا كان فاكر رؤيه جدتي فالتزم الصمت وقال له: لا قول انت واللي انت هتقوله صدقني لو هو اللي في دماغي هوافق عليه، حتى لو اقل منه هقول لك، ولو اكتر برضه هقول لك. وكانت المفاجاه والله العظيم انه عرض عليه نفس المبلغ، نفس المبلغ اللي جدتي قالته ليوسف اخويا في الرؤيه، واللي يوسف قاله لبابا، لا ناقص جنيه ولا زايد جنيه. ولغايه هنا والاحداث برضه ما انتهتش، لا مع بابا ولا معانا، واللي هضطر طبعا اقول لكم عليها في الحلقه اللي جايه، لاني عارفه ان وقت الحلقه بيبقى محدد. بس لينا عندكم رجاء، فضلا بالله عليكم تدعوا لبابا ان ربنا ينصره ويستره ويوفقه ويعينه ويسدد ما عليه، لانه اتفتح عليه اكتر من باب وهو بيحارب علشان يقفلهم. فارجوكم تدعوا له. وللاحداث والحديث دائما بقيه. وبس كده، بكده تكون انتهت الحلقه. اتمنى تكون عجبتكم. انا بحب الحلقات دي جدا، مش عارف ليه، بحس نفسي فرد من افراد العيله دي. يا ريت كلنا ندعي لهم زي ما قالت رنيم في الاخر. وانا بشكر رنيم جدا انها دايما بتبعت القصص، وبشكر حضراتكم جدا ان انتوا بتهتموا ان انتوا تسمعوا القصص دي بالذات، لان بيبقى فيها عبره وعظه جامده جدا. لحد هنا تكون انتهت الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في القناه لو انتوا مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، تنضموا لجروب عائله الراوي على الفيسبوك علشان تشوفوا الكواليس، تعملوا فولو على الانستجرام وفيسبوك وتويتر وثريد لو حد يعرف بقى ثريد، الابلكيشن الجديد نزل موجود دلوقتي واحنا علينا اكونت عليه، تعملوا برضو فولو هناك. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، وتصبحوا على خير.